يلا مرحبا يا استاذ. السلام عليكم حبيبي، السلام عليكم جميعا، اهلا وسهلا فيكم. نحن راح نبلش بالحصه، الدرس الثاني لنا بماده الكهرباء، كهرباء السيارات، هو بيحكي عن البطاريات. ماشي الحال، فاذا هذا الدرس عنوانه عن الباتريز، انواع البطاريات اللي ممكن نستخدمها بالمركبات او بالاليات بشكل عام. طيب اولا خلينا نتعرف نحن وياكم على الرول اوف باتري، شو هي وظيفه او شو هو دور البطاريه. هلا المعلومات انتم اكيد بتعرفوها، ولكن نحن عم نحاول نجددها نحن وياكم. حتلاحظوا انه المعلومات منا جديده بهذا الدرس، كلها معلومات انتم بتعرفوها من قبل. طيب اولا البطاريه معروفه شغلتها، هي بالاخر شغلتها انه تنتج لي كهرباء، كرمالة يعني كهرباء السيارة أو كل الأجهزة اللي بتحتاج كهرباء بالسيارة بتاخد كهربتها من هاي السيارة. لذلك هون احنا نقدر نقول انه الباتري از ستور اوف الكتريك انرجي اند كيميكال انرجي، اذا تخزين الطاقة الكهربائية والطاقة الكيميائية، او هي اللي بتتحول من كيميائية لكهربائية. كيميائية نتيجة انتم بتعرفوا بقلب بغض النظر شو كان نوع على البطارية، بس غالبا نحن بنحط بقلبها مادة أسيدية. ما هيك؟ فإذا هذه شغلة البطارية الأساسية إنه تعطيني كهرباء. طيب هل البطارية غالبا، مش غالبا، على طول لازم تكون بطارية من النوع اللي قابلة للشحن، يعني أنا بقدر أشحنها لما يفضل الجهد اللي بقلبها. ماشي الحال. وأيضا هذه البطارية قادرة تعطيني أو تتصمم، خلينا نقول، إنها تعطي أحمال وكهرباء، فولتج وكرنت يعني، بقيم مختلفة. بتعرفوا انتم في عندنا ال 55 امبير، في عندنا الاكثر، في عندنا الى اخره، في عندنا اشكال واحجام مختلفة بناء لحجم السيارة او الآلية اللي بتستخدم هاي وألوان. البطارية. نعم عم بقول أشكال وأحجام وألوان وكل نعم شيء. نعم صحيح. بناء للجهاز او بناء للآلية اللي بتستخدم هاي البطارية. تمام. مين اللي ناطر بغرفة الانتظار؟ علي فقيه، علي خليفة عفوا. فإذا البطارية بيختلف شكلها وحجمها والقدرة تاعتها بناء للجهاز او بناء للآلية اللي انا عم بستخدم فيها هاي البطارية. طيب خلينا نروح على المتطلبات التقنية، بنقول technical requirements to meet the car battery. شو هي التقنيات المرغوب توفرها بالبطارية اللي أنا بدي أستخدمها بالسيارة أو بالآلية؟ واحد، أول نقطة، لازم هاي البطارية عم بيقول provide a maximum current with no significant voltage drop under the electric loads. شو يعني؟ يعني هاي البطارية عندها قدرة انها تزودني بتيار كهربائي كبير، وما بيصير في عندي بالنص هيك يعني قطع لما انا بحمل عليها لهي البطارية. يعني افتراضا انا بدي اشغل الضوء وبدي اشغل اشياء تاني، مش لازم هاي البطارية تقطعني بنص الطريق مثل ما بقولوا. ما هيك؟ فهي اول موضوع. اثنين، عم بيقول obtaining the largest electric capacity of the lowest possible weight and size. كمان تعطيني أكبر قدرة كهربائية أو أكبر سعة كهربائية، بنفس الوقت تكون الويت يعني الوزن تبعها والحجم السايز يكونوا صغار. مش لازم تكون البطارية يعني مثلا الطول تبعها نص متر والحجم تبعها 50 سنتيمتر عشان اقدر انا اقول انه هاي البطارية قادرة تعطيني كهرباء عالية. لا، مش ضروري. اذا الشكل والوزن لازم يتناسبوا او لازم يكونوا عادة بحجم اقل ووزن اقل مقابل انه تعطيني كهرباء اكثر. هذه اول ثاني نقطة. ثلاثة، عم بيقول maximum tolerance to vibrate and change the speed. كمان لازم تكون قادرة هاي البطارية لما أنا بدي أغير السرعة تكون قادرة تتحمل، يعني قادرة تتحمل تغيير السرعات اللي ممكن يصير بالسيارة. كمان لازم تعطيني، عم بيقول the longest
operating life in the least possible maintenance. شو يعني؟ يعني لازم تكون هاي البطارية عندها عمر طويل، وبنفس الوقت لازم يكون عندي موضوع الصيانة قليل جدا عليها. فإذا بدي صيانة قليل عليها، وبنفس الوقت يكون عندها عمر طويل. هذا مهم، موضوع العمر تبع البطارية كثير مهم بالنسبة لنا. طيب least possible pollution of the environment upon completion of the service with a possibility to recycling the battery vehicles. شو يعني؟ يعني أيضا هاي البطارية لازم تكون مصنعة من مواد تعطيني أقل تلوث للبيئة عند الانتهاء من الخدمة. يعني أنا لما بخلص منها مش لازم، لما بدي أتلفها مش لازم تكون ملوثة للبيئة، ولازم يكون المواد اللي أنا بصنع منها هاي البطارية تكون قابلة لإعادة التصنيع أو إعادة التدوير. طيب النقطة الأخيرة عم بقول the least possible emissions of gases from the battery compartments during use. كمان لازم هاي البطارية تكون عندها أقل ما يمكن من انبعاثات الغازات عند الاستخدام. أنتوا بتعرفوا في شو بسموهن الهولز اللي بيطلعوا الغازات أو التبخر تعول البطاريات. هاي البطارية خلال استخدامها لازم تكون عم بتطلع لي أقل كمية ممكنة من هاي الغازات. تصنيعها يعني لازم أكون مستخدم مواد، لما أنا بدي أطلع هاي لما أطلع غازات تكون عم بتطلع لي أقل كمية. فإذا هاي technical requirements، هذا يعني هذا مثلا هو المشروع. سؤال، قول لي شو هن، أو أعطيني 3 أو 4 من الـ الأمور التقنية المتطلب وجودها بالبطارية حتى أنا أقدر أستخدمها. شو هي الأمور؟ هذا بس مشروع. نحفظهم بالعربي ولا بالانجليش؟ ما عندي مشكلة بدكم تنقوا، بس ما فيك تكتب عربي وإنجليش بنفس الوقت، يا إما بتكتب عربي يا إما طب إنجليش. تمام؟ استاذ، سؤال، الامتحان حيجي السؤال هذا بيجي بالعربي ولا بالانجليزي كمان ما عندي بالكويز او مشكلة، بالتست؟ بالامتحان بجيب لك نسخة عربي وإنجليزي بتنقي اللي بدك إياه. حلو، تمام؟ تمام. طيب، وحتى إذا بدكم نسخة العربي من هذا الشرح ببعث لكم إياها كمان موجودة. تمام. طيب، اليوم إن شاء الله تمام. ببعثهم للأستاذ محمد رمضان وهو بيرجع بيزودكم فيها. طيب، أنواع البطاريات، شو عندنا أنواع بطاريات اليوم موجودة بالسوق؟ في عندنا أول نوع البطارية اللي بسميها الليد أسيد باتري، البطارية الرصاصية. بطارية اللي بنسميها لو مينتيننس باتري، الام بي، اللي هي البطارية اللي بتحتاج لصيانة منخفضة، وبطارية بدون صيانة النو مينتيننس باتري بي كي دبليو، هاي ما بتحتاج لصيانة بالمرة. هاي البطارية رح نيجي طب نحكي عنها بعد استاذ، شوي ان شاء الله. نعم سؤال استاذ، هلا نعم السؤال هيدا اذا جانا بالامتحان كم واحد بنعدد منه؟ يا اما بكون ناقص انا قايل الخمسة. لك، يا اما انا بكون قايل لك مثلا عدد لي 3، او انا بقول لك يعني انا لما بدي اطلب منكم تقرؤوهم انت شوف. خلينا اقول لك اهم النقاط فيهم، يعني هن يمكن بيطلعوا 7، احفظ لك 4 من افتراض الاهم انت بتحسن اهم شيء. ماشي الحال، كل من هون مهم لكن خمسة؟ في شيء اهم من شيء. هون خمسة استاذ التايبس. اللي عدتن انا بغض النظر، ما عم بعد انا 1 2 3 4 5 6. تمام، تمام. ست نقاط. فانت نقي لك 4 مثلا بتحس ان هني اهم شيء مع انه كل المهمين، ولكن انا يعني الاسهل عليك ينحفظوا ما عندي مشكله. تمام. طيب، اذا انواع البطاريات قلنا اول نوع البطاريه الاسيديه او البطاريه الرصاصيه، البطاريه النوع الثاني لو مينتيننس باتري، البطاريه المنخفضه الصيانه، وبنفس الوقت التي لا تحتاج الى صيانه، هدول يعتبروا نفس النوع. ثالث نوع بنسميه الالكالاين باتري، اللي هي بالعربي بنسميها البطارية القلوية، وراح نحكي إن شاء الله نحكي شوي عنها. النوع الرابع الزيبرا باتري، ما كتير بهمني أحكي عنها، يعني هيك نقاط سريعة إذا بضللنا وقت إن شاء الله. وآخر وحدة وهي من الأنواع المهمة صراحة، بطارية التكنولوجيا الجديدة، هي بطارية حديثة كمان بنحكي عنها، مثل البطاريات الآن اللي بيستخدموها بالطاقة الشمسية، بطارية الليثيوم وما ليثيوم وهذه القصص، هذه تعتبر بسموها نيو تكنولوجي باتري. تمام؟ طيب، الليد باتري رح أبلش بأول نوع بهمني أحكي عنها، لأنه هي يمكن أقدم بطارية وأكثر وحدة مستخدمة سابقا، كانت موضوع الليد أسيد باتري، البطارية الرصاصية. طيب، بهذه البطارية شو بدنا نعرف؟ عم بيقول ليد باتريز از كولد ليد باتري أور ليد أسيد، and its name is derived from the active substance manufactured from
ذا ليد اند ليد اوكسايد. يعني هذا الاسم منين اجى؟ الليد باتري اجى مشتق من انواع المواد المستخدمه بتصنيعها، اللي هي ماده الرصاص الليد، وثاني اكسيد الرصاص اللي هو الليد اوكسايد. تمام، هدول المواد الاساسيه المستخدمين بتصنيع هاي البطاريه. طيب عم بيقول it is a cheap battery، هيدي اول شيء، من ارخص انواع البطاريات، and it has a long life، عندها عمر طويل، but compared to the other batteries it is a heavyweight، اذا عندها عمر طويل ولكن الوزن تبعها يعتبر ثقيل شوي. تمام، من حيث الوزن. طيب هيدي الشكل كلياتكم انتم اكيد بتعرفوها وشايفينها من قبل، راح اكبرها شوي حتى تشوفوها، الكل بيعرفها، اللي إلها هون هدول الحجار اللي بنفكن كنا نعبي بقلب المي والاسيد. تمام، طيب اذا هيدا اول نوع. طيب بهاي البطاريه بدي احكي عن مجموعه اشياء لانها مهمه، خلينا نحكي عن المين بارتس اوف ذا ليد باتري، شو هن الاجزاء الاساسيه بهذه البطاريه. واحد، الجزء الاساسي اللي هو بنسميه البتري كيس، يعني الغلاف الخارجي تبع البطاريه، يعني هذا البلاستيك اللي انتم بتشوفوه حوالينا من برا لهي البطاريه. طيب اول شيء هذا الاوتر شيل، بنسميه الاوتر شيل او الكيس، از ميد اوف بلاستيك كومبوننتس، اذا مصنوع من بلاستيك، ذات ار ريزيستنت تو باتري وركينج كونديشنز، يعني بمعنى اخر قادره تتحمل الظروف اللي بتشتغل فيها البطاريه. والله يمكن تكون هاي البطاريه عفوا عم تشتغل بمصنع حديد، او يمكن تكون عم تشتغل بشحن كبير، او يعني حسب الظروف، او ببرد او بحراره عاليه، فاذا بتتحمل انواع هذا البلاستيك المصنع، يكون بلاستيك بسموه بلاستيك مقوى، يعني صلب قوي، فقادر يتحمل الظروف اللي بتكون موجوده فيه هاي البطاريه. such as عم بيقول impact resistance of the sulfuric acid present inside، كمان قادر تتحمل المواد، ماده الاسيد اللي احنا بنحطها بقلبها، والا اذا بدي افترض انا حطيت بقلبها ماده اسيد وما قدرت تتحمل وداب هذا البلاستيك، معناته راحت البطاريه، فاذا هي قادره تتحمل السلفريك اسيد اللي انا بحطه بقلبها. اند ريزيستنس اوف هيت اند فايبريشن، بتتحمل الحراره العاليه وبتتحمل الفايبريشن. بتعرفوا انتم السياره او المركبه بتضل تهزهز، بتروح وبتيجي وبتهز وبتنط وبتطلع مطبات وغيره، ويمكن تكون ارض وعره، فلازم تتحمل هيدي الفايبريشن، يعني الاهتزاز اللي ممكن يصير بالسياره. طيب عم بيقول a vacuum is left، اذا a vacuum is left at the bottom of the battery compartment to store residual materials to reduce the risk of active panels and extend their service life. بمعنى اخر عم بيقول الجزء الاسفل منها في جزء متاح بضل موجود حتى الترسبات اللي ممكن تنتج عن عمليه التفاعل بقلب الاسيد والمي اللي ممكن تصير بقلب البطاريه مع البيوت اللي بنسميها نحن، او الشلز تاعون البطاريه، بصير في تفاعلات، فممكن يطلع عندي مجموعه من الترسبات. هاي الترسبات هم بدها تروح بتنزل بكعب البطاريه، وبالتالي بتضل قادره تحافظ عليها. طيب عم بيقول a card is fixed on the battery case show voltage capacity of the battery and the maximum current that is can supply. يعني في عنا زي ورقة ملزقة على هذا البلاستيك بتحكي لنا شو مواصفات هاي البطارية، قديش قيمة الفولتج اللي بتعطيها، كم أمبير، قديش الساعة الكهربائية تاعتها اللي ممكن تعطينا إياها بوقت الماكسيم. فإذا هاي المعلومات الأساسية اللي أنا بشوفها على ظهر البطارية. طيب الجزء الثاني من هاي البطارية بنسميه الكفر، اللي هو الغطاء اللي فوق، هذا اللي أنتم ملاحظينه من فوق بنسميه الكفر، او هيدا الجزء من فوق بنسميه الكفر، يعني الغطاء الخارجي، وهو الجزء العلوي من البطاريه الذي يحكم اغلاق البطاريه وتظهر من خلاله اقطاب البطاريه الموجب والسالب. شو يعني هذا الحكي كله هون موجود بهذه الجمله؟ بمعنى اخر هذا الغطاء اللي هو انا لما بحطه لازم يكون له فرزات تكبس البطاريه منيح، تكون مسكره باحكام، حتى عفوا لما يصير في هذا الخضه ما ينكب منها المي والاسيد اللي بقلبها، وبنفس الوقت لازم يكون البلس والماينس تاعون البطاريه مبينين، زي ما انتم ملاحظين هاي البطاريه مثلا، اذا بتلاحظوها هون هاي البطاريه
هاي البطارية لك، وهذا بتلاحظه السالب وهذا البلس، او واحد بلس وواحد ماينس، ما هيك؟ لازم يكونوا ظاهرين مبينين من هذا الكفر الخارجي اللي فوق. فاذا هذا لازم يكون مبين بوضوح من قلب من الغطاء تبع البطاريه. كذلك الامر لازم يكون في عندي مجموعه سدادات، هدول اللي انا بفكن وبعبي بقلبن المي والاسيد عشان يفوتوا على قلب البيوت او الخلايا تاعت هاي البطاريه. فاذا في عندي مجموعه تقدر بست سدادات بسكر فيها هاي البطاريه الخلايا تاعت البطاريه. طيب وايضا بقلب هاي السدادات اذا بتلاحظوا هون كانه في عندي هول، كان في عندي فتحه بقلبها صغيره، الهدف منها هاي الفتحه بتطلع لي، قلت نتيجه انا التفاعل المواد الكيميائيه اللي بقلب البطاريه بصير في عندنا تبخر، شويه تبخر للمي او للجازز اللي بقلبها. أستاذ نعم سؤال بس، تفضل. ال وين قلت الفتحة موجودة؟ هون بقلب، شايف هيدا السد اللي هون؟ آه بقلبه هون زي في نقر صغير، هون المفروض يكون في نقر صغير يطلع منه الجازز. وضحت؟ يعني تنفيسه. ايوه، تنفيس صغير بالضبط. ألو، ايه سامعك سامعك، مزبوط، تنفيسي. عم تسمعني؟ الو استاذ، عم تسمعني؟ سمعني؟ ايه قطع سامعك صوتك. سامعك. ايه قطع صوتك والله. ايه مزبوط، يعني تنفيسه صح؟ يس، تنفيسي، هي التنفيس صح بالضبط. تمام. تمام. مين اللي ناطر برا؟ حدا عم بيقول لي اه لا في حدا برا. اوكي، لا ما في حدا، هذا حدا قبل حكيني. طيب اوكي، فاذا هيدا الكفر قلنا الاشياء اللي موجوده فيه. فاذا احنا قلنا من خلالها بنقدر نعبي مي واسيد او الخليط اللي بنحطه بقلبه. طيب النقطه الثالثه اللي موجوده، او الجزء الثالث من هاي البطاريه اللي هي بنسميها السيلز، اللي هي الخلايا، الخلايا اللي انا بقدر احط بقلبها هاي المي. طيب تتكون الخليه الواحده، عم بيقول a single cell consists of a group of negative and wave plates between them. Between them a separators. يعني اذا بتلاحظوا شايفين هاي هدول الاشكال اللي هون، عباره عن اذا بدكم مثل مجموعه اوراق انا محطتهم فوق بعض. فهاي كل مجموعه اوراق مجموعه مع بعض بسميها عباره عن خليه. لما انا بحط اسيد بتفوت الاسيد بيناتن، وبكون صار انا عبيت هيك الخليه. طيب عم بيقول the acid solution in the cell is isolated from the neighboring cells and the cells are connected in series. ايوه، انا لما انا بحط لما بضيف مي هون، ما بتقدر الاسيد او المي اللي انا بحطه ما بتروح على الخليه الثانيه، لا، زي ما انتم ملاحظين كانه في جدران بين كل وحده وحده، ما بتروح المي من وحده لوحده، لا، خلص هذا غرفه مسكره لكل وحده لحالها، المي والاسيد تبعها ما بينتقل من غرفه لغرفه، كل خليه المي والاسيد تبعولها او الخليط تبعها موجود لحاله. تمام؟ طيب اذا في عندنا هاي كل سال، وهدول كل السيلز بيكونوا كونكتد ان سيريز. بتعرفوا انتم بالكهرباء الالكتريك كومبوننتس كان بي كونكتد اور ان مي بي ان سيريز اور ان باراليل، ما هيك؟ يا اما بالتوالي او بالتوازي، فاحنا هون بيكونوا بالتوالي يعني سيريز ورا بعض. طيب كل بطاريه لازم يكون فيها كم سال؟ هذا مهم جدا. كل بطاريه لازم يكون فيها 6 سيلز، اقل شيء 6 سيلز، ممكن اكثر نعم، ولكن اقل من 6 لا. اذا لازم يكون في عندنا 6 سيلز. طيب كل سل وحده، كل خليه وحده، كم فولتج بتعطيني؟ بتعطيني 2 فولت. طيب اذا انا عندي 6 سيلز وكل سله بتعطيني 2 فولت، قديش بيطلع مجموع البطاريه؟ يعني بيصير عندي 6 ضرب 2 بيطلع عندي قد ايه؟ 12 فولت. تمام؟ فاذا انا البطاريه العاديه بتقدر تعطيني 12 فولت. اللي عنده سياره منكم او عنده موتوسيك او عنده كذا، فيه يروح يشوف هاي المعلومات عليها، يعني شوف البطاريه اللي عنده قديش، كم فولت بتعطيه. ولا افترضت قال لي 12 فولت، معناته انت في عندك 6 خلايا بقلبها، يعني بتقسم 12 على 6، والله قلت لي فيها 30 فولت، فاذا بتقسم 30 على 2 بيطلع معك 15 خليه، وهكذا. تمام؟ فاذا بتعرف انت عدد الخلايا بالبطاريه انك تقسم الفولتج تبع هاي البطاريه على 2، لازم كل خليه تعطيني 2 فولت. طيب فاذا هيدا الجزء الثالث. الجزء الرابع عم نسميه الافكتيف جريد،
بليت اللي هو الالواح الشبكيه الفعاله، الجريد بليتس اللي هي الالواح تاعت البطاريه. اول تتكون هاي الالواح عم بيقول ذا نيجاتيف بليت ار ميد اوف بيور ليد، بتتالف من ماده الليد، يعني ماده الرصاص. وذا بوزيتيف بليت ار ميد اوف ليد اوكسايد، اذا في عندنا النيجاتيف بتتالف من ليد من الرصاص، والبوزيتيف بتتالف من الليد اوكسايد يعني من الرصاص الثاني اكسيد الرصاص. تمام. The cell consists of a number of layers of positive and negative planes. يعني كانه مثل ما برجع اقول مره ثانيه، مثل الاوراق، مجموعه اوراق تحطهم فوق بعض، واحده بتكون بلس وواحده ماينس، فوق بعض بيكون. طيب the greater number of panels the greater battery capacity. كل ما زادوا هدول الاوراق اللي انا بحطهم فوق بعض او هدول البليتس، كل ما صار في عندي البطاريه قادره يصير في عندها capacity، يعني سعه بتوسع كهرباء او بتعطيني، تقدر تعطيني كهرباء اكثر. طيب البوزيتيف والنيجاتيف ما بديش افوت بتفصيل يعني كثير، بس تكونوا عارفين انه الالواح السالبه. استاذ بس عندي سؤال، بالله في هاي تفضل. الفقرة اللي حكيتها، زيد فضة ايه قصة الرصاص وهيك ما فهمتها، يعني شو اللي بيتألف من الرصاص هاي وانه كيف الخلية، ما قصدك بالمادة؟ إذا رجعت أنا على هاي ايوه الخلية، شايف هاي البطارية هيها، آه. شايف؟ شايف هاي كل واحدة من هدول، شايف ملاحظ هذا الشكل؟ هدول كأنه عبارة عن مجموعة أوراق مصفوفين حد بعض. كل واحدة من هاي كلياتها مع بعض بسميها سل. وضحت؟ السل مؤلف تمام. من مجموعة من البانلز، البانل بس يا اما بتكون بلس يا اما ماينس، يعني كانه الورقه الواحده، هدول مجموعه اوراق مصفوفين حد بعض، كل ورقه واحده بسميها بانل. بلس ماينس بلس ماينس بلس صح؟ ماينس، تمام. واحده البلس بتكون مصنوعه من ماده الرصاص، والنيجاتيف بتكون مصنوعه من الليد اوكسيد، يعني من ثاني اكسيد الرصاص. تمام. كم ورقة بيجي فيها ما بعرف، ما بالخلية عنديش الواحدة؟ فكره صراحه قديش، بس غالبا بيكون عدد كبير، تمام. لانه هاي طبعا اذا بترجعوا للشكل بتلاحظوا انه كل بتكون رقيقه مثل الورقه تماما، واقل حتى بتكون رقيقه كثير، وبالتالي انا لما انا بحط مجموعه اوراق ما ببينوا قديش عدد كثير، قديش عدد، ولكن كتار بيكون. تمام. اذا بتحبوا اجيب لكم العدد، بجيب لكم قديش العدد للوحده، بس انا ما بتهمني كثير هون يعني. خلاص ماشي زي ما بدك، اذا مش مهمين بلاهم. طيب تمام، بنروح على شو اسمه، على اخر جزء اللي هو السيبريترز، اللي هن الفواصل بين كل خليه وخليه. راح يكون في عندي فواصل، فاصل بيفصل لي يعني بعد ما اخلص انا هاي الخليه، بحط عشان هدول الاوراق، ما هن بيكونوا مره ثانيه مثل الاوراق، كيف بدي الزقهم مع بعض استاذ انا؟ نعم. شو الفرق بين السيلز ايه والافكتيف بليتس؟ السل هي بتتألف من الافكتيف بليتس، اوكي والافكتيف بليت بتتألف من البانلز، يعني هذا التدرج ورا بعض هني. تمام، اوكي وضحت؟ يعني اذا سألنا بالامتحان انه ايه من شو بتتألف البطارية، ايوه انت لنا اشرحوهم ايه الافكتيف بليتس شو بنقول لك انه. الافكتيف بليتس هن عبارة عن 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 نيجاتيف وبوزيتيف بانلز. البوزيتيف بتكون مصنوعة من الرصاص، والبوزيتيف مصنوعة من الليد اوكسايد، يعني ثاني اكسيد الرصاص. بكفي هذا التعريف. تمام، اوكي يعني هذا التعريف اللي انا كاتبه هون، هذا هو بكفي، هذا التعريف اللي انا كاتبه هون بكفي. تمام، بس هون بالنسبة اوكي لي بالسل، موضوع الفولتج بالنسبة لي مهم كثير، انتبهوا عليه. اوكي طيب استاذ، تنساش تبعت لنا الريكورد، بدي اعزبك، ها، يس يس اكيد راح ابعته عشان ان شاء هذيك الله. اليوم ما بعت لنا شيء. بلا، بعته، كل الريكورد موجود على الجروب، تكون انت ما شايف. ممكن ايه طيب، برجع ببعتن استاذ كل، انا ما وصلنا ولا ريكورد. برجع ببعتن كل، تكرم، اليوم ببعتن كل ان شاء الله. تمام، بدي اعزبك. تكرم عينك. طيب فاذا الفواصل اللي هن اذا بدكم بعد ما اخلص هيدي السل كلياتها، زي بدي احط ماده عازله تعزل لي، تمسك لي كل هاي السل مع بعضها، تجمع لي اياها مع بعض، زي كانه اذا بدكم مثل الكباسه بس على شكل طويل، يعني على طول السل. تمام، بتكبس لي اياها مع بعض، خلص بتفصل لي اياها، صارت زي كانه حيط. تمام، بتفصل لي اياها عن السله اللي بعدها.
فاذا هو عباره عن الفواصل، ملاحظين شايفين هون بهيدا الرسمه هون، حاطط لي بين السل بين الليك وهذا البلس وهذا البلس، في بيناتهم هون عباره عن سيبريتر بيفصل لي هول السلز عن بعض عشان يعني تضل الامور مفصوله ما تفوت ببعض. طيب فاذا هيدا السيبريترز ما بهمني كثير كمان احكي عنه كثير، بهمني تعرفوا انه يعني اكثر ماده ممكن تستخدم هي السترونج بلاستيك او ماده الازاز، ممكن نستخدم ماده الازاز الجلاس تمام، او حتى ماده الفايبرز يعني المواد الفايبرز ما كثير بهمني، يعني بشكل عام البلاستيك هو اهم شيء بنتهم. طيب موضوع كميه الاسيد اللي بنحطه بالبتري كثير مهم هذا الموضوع، محلول البطاريه او البتري اسيد شو بدنا نحكي عنه، هذا عم بقول ذا ليد بتري سوليوشن از ميد اوف سلفريك اسيد، الاسيد تاع البطاريه المكون الكيميائي اسمه H2SO4 سلفريك اسيد ديليوتد ات كونسنتريشن اوف 36 تو 64. شو يعني شو يعني ديليوتد، حدا بيعرف؟ جاي من الديليوشن، عملية الديليوشن بالكيمياء. ايوه يعني برافو، هي صحيح. يعني انا في عندي ماده اساسيه هي الاسيد اللي هي السلفريك اسيد، يعني انا بروح بخففها، بخفف التركيز تبعها باستخدام شو؟ المي، بستخدم المي اكيد، ما هيك؟ فاذا انا مياه مقطرة بقلب البطارية صح؟ 100% صحيح، الاحسن انه تكون مي مقطره 100%. طيب فاذا انا عندي ماده الاسيد اللي هي H2SO4 بعمل لها تخفيف للكونسنتريشن للتركيز تبعها بالمي، التركيز تبعها لازم يكون بين ال 36 وال 64%، تمام؟ تركيز الاسيد يعني. And the remainder is a distilled water، هذا اللي عم تحكي عنه انت، distilled water يعني مي مقطره. تمام؟ Taking into account the climatic zone in which the battery is serviced، كمان بدي اخذ بعين الاعتبار الجو او المكان اللي هي فيه البطاريه، يعني امتى بستخدم 36 وامتى بستخدم 64 وامتى بستخدم اي فاليو بيناتهم بناء على الجو اللي موجود فيه البطاريه، يعني انا بستخدم البطاريه بجو مثل هلا مثل عندنا هون نحن بلبنان الجو صار لطيف ومحمول، بكون التركيز تبع الاسيد اخف، لما يكون انت عم تحكي بمناطق حاره مثل افتراضا بالخليج بالصيف لا بيكون تركيز الاسيد اعلى لازم يكون. ما راح افوتكم بهاي القصه كثير، بس بدي تعرف انه تركيز الاسيد بيكون بين 36 اخف شيء و64 اعلى شيء ممكن انا يكون نسبه الاسيد من المي. تمام؟ طيب. And the acid concentration increases in سوري عملتها حكيتها بالعكس انا، كل ما كان الطقس بارد كل ما كان تركيز الاسيد اكثر لازم يكون، كل ما كان الطقس حامي بيكون تركيز المي اكثر. يعني هون ال 36 هي للمناطق الحاميه وال 64 هي للمناطق البارده. تمام؟ يعني ما بديش افوت بهالتفصيل لانه فيه حكي كثير. طيب فاذا هذا هو موضوع التركيز الاسيد بقلب البطاريه. نروح على هاو داز ذا باتري وورك، كيف عمليه البطاريه بتشتغل؟ بالبطاريه بيصير في عندي عمليتين تنتين، البطاريه الاولى او عفوا العمليه الاولى بنسميها الديسشارجنج ستيج، والعمليه الثانيه بنسميها التشارجنج ستيت. طيب الزوم راح يفصل، خلص الوقت، خلينا نفصل ونرجع نفوت مره ثانيه لو سمحتوا. اوكي تمام يلا.